نبتدي بقى نشوف ال how to measure blood pressure بقى. How to measure blood pressure، احنا خدنا البريكوشنز اللي المفروض نعملها قبل ما نقيس الضغط. ندخل في المرحلة اللي بعديها، ازاي انا اقيس الضغط. انا عندي طريقتين لقياس الضغط، طريقة اسمها بالباتوري ميثود، ودي ما بلجأش لها للسماعة خالص، وطريقة اسمها اوسكلتاتوري، ودي اللي ممكن ألجأ فيها للسماعة. يبقى طريقة بالباتوري دي عن طريق جس النبض. فين جس النبض؟ كده في المريض فقط، يعني انا اجس النبض في المريض دون لجوء للسماعه، اجس النبض في الراديال ارتري. وفي طريقه تانية ان انا استخدم السماعه الاستيثوسكوب عشان اقيس الضغط. بدايه السماعه بتتكون من ايه قبل ما نقيس الضغط خالص؟ السماعه بتتكون من المنطقه دي اللي بنسميها الاير بيس، دي اسمها الاير بيس، والمفروض تبقى في الاتجاه ده كده فورورد اند ميديالي، عشان تبقى متناسقه مع اتجاه الاذن الخارجي. ده السماعه. وبعد كده في رابر تيوب عين، انبوبه مطاطيه، وفي النهايه خالص في السماعه احنا بنلاقي فيها جزء بنسميه الشيست بيس. الشيست بيس نوعين، الجزء الكبير ده بنسميه الدايفرام، والجزء ده بنسميه الكون. الجزء الصغير ده بنسميه الكون، والجزء الكبير ده بنسميه الدايفرام. وهو طبيعي بطبيعه الحال لما بسمع من الناحيه دي يبقى دي مقفوله، ولما اسمع من الناحيه دي يبقى دي مقفوله. ازاي؟ عن طريق لوك او المسماعه هي. فانا جاست بس في هنا لوك اهون، بمسك السماعه كده يا دوب بس الفها كده فتحت على الناحيه دي وقفلت على الناحيه دي، وجاست ان انا الفها تاني كده، الف اللوك كده تاني، تقوم تفتح على الناحيه دي وتقفل على الناحيه دي. يبقى انا اسمع من ناحيه دون الاخرى، ما بحب اسمع من ناحيه. احنا بنقيس الضغط عاده بالدايفرام، بنحط الدايفرام ده على المريض وبنسمع من ناحيه الدايفرام. هنشوف مع بعض ده بالنسبه للسماعه او الميديكال ستيثوسكوب. بالنسبه لجهاز الضغط، جهاز الضغط هو احنا بنفضل احنا في شغلنا جهاز الضغط الزئبقي. جهاز الضغط الزئبقي اللي هو بيحتوي على زئبق، لان الزئبق هو ادق القياسات سواء كان في ترمومتر او في جهاز ضغط. لكن جهاز الضغط اللي هو الرقمي ما بيديش قياسات واضحه، وبيبقى فيه فلاسس كتير واخطاء فيه. جهاز الضغط برضو الهوائي فيه برضو مشاكل فيه. لكن احنا الجهاز الكلاسيك اللي بيديني اكيوريت داتا والضغط الطبيعي هو جهاز الضغط الزئبقي. بيتكون من ايه جهاز الضغط الزئبقي؟ ادي جهاز الضغط اهو، ده جهاز الضغط، جهاز الضغط ده اسمه سفيجمو مانومتر. هنفتحه مع بعض كده، هنفتح الجهاز. يبقى سفيجمو مانومتر بيتكون من ايه بقى؟ السفيجمو مانومتر بيتكون من مانومتر للزئبق، وزي ما انتم شايفين مرقم من زيرو تحت، مرقم من زيرو يبقى زيرو لغايه 300 ملي متر مركري. يبقى جهاز الضغط مرقم من الزيرو، المانومتر اهو زئبق بيطلع في المانومتر ده اللي هو دي، وده مرقمه من الزيرو الى 300 ملم مركري. ده بالنسبه لتركيب جهاز الضغط. غير المانومتر، هو الزئبق المفروض بيطلع هنا، بس ما بيطلعش هنا الا اذا سمحت له بهذا. هسمح له بكده ازاي؟ عندي هنا لوك ده اللي هو المسمار ده، ده اللوك، وده المستودع اللي بنسميه الميركري ريزرفوار. اذا انا فتحت اللوك كده بفتحه على الشمال، يبقى كده اون، يبقى كده ممكن انا لو ضغطت على الزئبق كده من فوق هيطلع في المانومتر ده. طب انا عايز امنع طلوع الزئبق هنا، اهو ما اجيب اللوك كده على ناحيه اليمين كده يمين، هو المفتاح اجيبه يمين كده، يبقى انا قفلت. حتى لو في ضغط على مستودع الزئبق هنا مش هيطلع في المانومتر ده. يبقى عشان يطلع في المانومتر ده لازم افتح الاول، دي اول حاجه لازم اخد بالي منها، افتح هنا كده. فتحنا كده، يبقى فتحنا المانومتر بتاع مين؟ بتاع الزئبق. لما فتحناه كده سمحت للزئبق يطلع في هذا المانومتر. اذا كان في ضغط هنا هيجي له الضغط منين؟ هو هنا مستودع الزئبق هو اللي اسمه الميركري ريزرفوار، هيجي له منين؟ ان انا مجرد بس نعوان دي اللي بنسميها الاير بامب، دي اسمها اير بامب. يبقى دي اسمها اير بامب، مضخه الهواء. مضخه الهواء دي وظيفتها ان انا لما بعمل كده، اولا في هنا فالف، في هنا صمام بيسحب الهواء من الاتموسفير، يسحبه من بره ويدخله هنا ويمنع خروجه. يعني في صمام الهواء يدخل ما يخرجش، وعشان الهواء يدخل هنا وما يخرجش انا بخلي ده كده، بقفلها لقدام، بقفل دي الاول، بقفل دي اهي كده. لما اقفل انا دي كده يقوم هسحب الهواء اهو، اعمل كده اسحب الهواء من هنا ادخله في الانبوبه دي. لما الهواء يمشي في الانبوبه دي هيمر على قف، هذا الرابر تيوب، دي الرابر تيوب اهي، هتبقى متصله. رابر تيوب دي متصله بقف، دي القف هنا، قف اهي رابر اهي، دي اللي بيدخل فيها الهواء. هنا باج اهي، دي الاير باج، ادي الاير باج اللي هي القف اللي بيدخل فيها الهواء. انا كوني اسحب كده اهو، اسحب كده، بسحب من الشارع يدخل الهواء هنا. لما بيدخل الهواء هنا بيملى القف دي اهو، على سبيل المثال اهو
اهو كده اهو بيدخل وفي شوفوا انا بعمل كده وبضغط كده بايدي، ولما اضغط انا بايدي كده اهو نشوف الزئبق اهو الزئبق اهو في المانومتر اهو اضغط يوم الزئبق يطلع اهو يبقى ده الزئبق اللي موجود في المانومتر، تضغط الزئبق هيطلع. يبقى انا وانس ان انا ضغطت هنا هتلاقي الزئبق طلع في المانومتر بتاعه. هي دي الفكره بتاعت القياس بالظبط، كل درجه الضغط على القف هي دي اللي بتبقى موجوده هنا في درجه ان الزئبق بيرتفع قد ايه واقرا القرايه اللي قدامه بمليمتر مين مركر. طيب ده بقى نبتدي نقيس، ابتدي الاول اخف الهواء تاني، اطلع الهواء اللي موجود هنا قبل ما اقيس على المريض، اخف الهواء كده اهو هرجع دي ورا تاني، الهواء هيطلع اهون ودي بقت فاضيه خالص، القف بقت فاضيه، اتاكد ان هي فاضيه مفيش فيها هوا خالص، اخف ده وبعدين دي القف بتاعتنا